محمد. اهلا سيدي حاج. اكيد هي الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله. وليدات؟ اللهم عليك وحنا. ياك ما خاصك شي حاجه. ولا سيدي بارك الله فيك. بارك الله بارك الله. اجي كاين مشتت داخل. لا ما كاين سيدي حاج، جيت بلاصه واحده جديده. الحق كيما العاده ندير انا الفلوس. تفضل اجي حاج. تفضل مرحبا. مرحبا سيدي حاج. السلام عليكم. أرودي شوف ماذا يخير وخصها شي حاجة تقوم رأيها قول يا أستاذ مجاوب يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك أستاذ. الحمد لله بارك الله فيك. ما يخليك إلا شجاع تدوس الزوج شوف. أيه با تفضل أسيدي كلك تجلس. شوف شوف. أوش أيه؟ طبعاً بس أسيدي. مش كذا فاز ميداد ميداد. الله يبارك فيك. قول لي يا بنتا. وهي في المدينة. شوف أنا خلصت من داكشي أعرف. خذ لي خاصة كامل وقت ما تخسرش حاجة. يا رب منها سلامة. ما في موت ما في. من ديال يا سيدي راه مزيان ولكن بقاو خاصك جوج وثائق مهمه، يمكن لك تصايبهم مصلحه الطرف الثاني ومن مجبورين جوج ديال جيرانك محبابي. جوج وثائق؟ لكن انا لا اعتقد الامور صعبه مثل ما كتقول. لا سيدي سمحي بزاف، هادشي اللي كتدور فيه مابقاش واش معقول، وقتها تتبلات وحنا ولاد الوالد. هذا هي كتبت لي واحد الجديده فات المصلحه انت شوف شوف بسم الله ومازال زيد راه كاع الناس تدير في المصلحه في الوقت المهم. اسيدي اجمعي لي حنا في هنا راك تجاوزتي الحدود ديالك ولا تسير على هذا الشيء غادي تبقى معاك في القانون وغادي عليك على الشرطه دابا. شرطه اشريفه اش كيف كان 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 تبارك الله انتو بحال مثل فتنا عمركم بغيت تجوجو انتم باغيين تخرجوا من البلاد تخلوا بها خلافات من فضل الله. اليوم لازم نجبو سلام جديد نحب جديد وزاد الشعب لازم نقضي عليه. ما غاديش نخليكم تعاودوا جرائمكم. سرقتوا العقل والفكر وخليتونا جوا بالليل. قتلت الضمير والاخلاص قتلت الفن والبداع. فرصتنا اليوم نرضوا الاعتبار والعقل والحرية بالإرادة والاجتهاد ونرضوا كل محاولة للظلم والحي والفساد. مساعدش اللي كان حقه مساعدش اليوم غير جديد وكلاسة للقداح. نظرة دين اليوم غير إذا ترسلوا قريبة منا مخلطة تعالى وكل شيء شرس فيه في التعامل معاه. وما بغيناش يجي شي واحد انتهازي وكل شيء فاسد يزرع السوسه ويهدم احلامنا تصرفاته وطمعه وانانيته يستغل مكانه او فلوسه او سنيته ويدير مبغى لما يرى الى القريب من البعيد للزار والعار والحكم الناس كل الاحوال.